السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم. ومعكم زياد، هذا يسال آلة العود والنظريات من العراق. واليوم احنا عندنا اغنية كاظم الساهر الفنان الكبير، هذا الفنان الاكاديمي المتألق، هي زيديني عشقا، وراح ناخذ المقدمه مالت الموسيقيه. اللي تسون اللايك والاشتراك، واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقيه اونلاين موجوده 8 محاضرات شهريا، موجود اسفل الفيديو رقم الواتساب اللي يحب يتصل، او في بغداد اذهب له للبيت. فراح نبدي في بدايته، راح اسيبكم بطيئة حتى انتم تقدرون تكتبوها. يصير عندك رير بر، واضح؟ رر لا، هاي لكم للمتعلمين. احنا شو نسوي؟ با لكن تغير شكل، يصير رر لا، ماشي؟ سي دو لا سي صول لا سي دو سي لا سي دو لا سي صول دو. احنا ايش تاخذه؟ دو، ماشي؟ ري دو سي لا صول سي دو سي لا صول فا لا سي لا صول فا مي فا صول لا فا ري. طبعا ياخذ عندك بس سي بيمول، واضح؟ ياخذ عندك فقط السي بيمول، يعني الدليل ياخذ عندك فقط سي بيمول بس الاصبع الثالث. زين، المذهب راح يصير عندك، شو يصير عندك؟ لا لا لا، ايش تسوي؟ تاخذ ثمانيات، لا 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 سي لا صل لا صل لا فا اس فا صل فا مي فا مي ري مي ري، ماشي؟ ري مي فا ري لا صل فا مي ري لا صل فا مي ري. اوكي، هنا راح يصير عندك شنو؟ دو ديز، يعني ري بيمول، لا دو. اوكي، لا دو دو ري مي 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 مي، ويصير عندك دو ديز، يعني يصير عندك مي دو مي دو مي دو دو با مي دو دو، لان عندك دو ديز مي دو دو لا لا صل فا ري ري مي با با فا اس مي مي فا ديز صل 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 اس اس صل 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 فا، ارجع طبيعي فا مي مي صل لا ري لا دو ري فا صل، ماشي؟ لا لا سي دا سي لا سي لا صل سي سي لا صل لا صل فا لا مي فا ري لا 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 لا. وتعاد مرة ثانية هسه هاي، واضح؟ أنا أكتفي إلا هنا لأنه حتى تتعلمون عليها ونكملها بالجزء الثاني. فاللي يحب أيضا يشترك بالواتساب أنا حاضر وبالخدمة، وموجود رقم الواتساب أسفل الفيديو اللي حاب يشترك أونلاين. وتحياتي لكم، لا تنسون اللايك والاشتراك، وأهلا وسهلا بكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.